ثالثا حقوق المواطن وواجباته. أولا صفات المواطن الصالح وواجباته، هو الالتزام بالقوانين التي تفرضها الدولة، كذلك الحفاظ على الوحدة الوطنية، كذلك من الصفات الدفاع عن الوطن وأرضه، كذلك دفع الرسوم والضرائب، كذلك احترام حقوق وحريات الآخرين، المشاركة في العمل التطوعي، المشاركة في تحسين الحياة السياسية والمدنية كالمبادرة بالرأي والمشورة للصالح العام، المحافظة على البيئة والعمل على تحقيق التنمية المستدامة. تفعيل روح المواطنة الصالحة كإحدى واجبات الدولة. تعد المواطنة الصالحة عنصرا مهما في بناء المجتمعات والدول، وفي هذا الصدد فإن هناك جملة من الحقوق الأساسية التي يجب الدولة تحقيقها للمواطن والتي تمثل أساسا لترسيخ المواطنة الصالحة. ومن هذه الحقوق أولا الحقوق السياسية، وهي من الحقوق المهمة والجوهرية والتي تعطي للأفراد الشعور بالحرية دون الضغط أو التحيز. الحقوق المدنية، وتمثل حقوق متأصلة في طبيعة الإنسان ومن دونها لا يستطيع العيش كفرد ضمن جماعة، فالمواطنة تتجسد من خلال شعور الأفراد بأن لهم حقوقا في هذا البلد وأن تلك الحقوق محمية من قبل الدولة ولا يمكن المساس بها، وإن الجميع على قدم المساواة من ممارسة تلك الحقوق دون التمييز بين أي شخص وآخر. ثالثا الحقوق الاجتماعية، وتتمثل تلك الحقوق في جملة القضايا الاجتماعية الأساسية التي يجب أن توفرها الدولة للأفراد، حيث توفر مستوى رفاهية اقتصادية معينة، وكذلك تتمثل تلك الحقوق في الرعاية الطبية والتأمين الصحي، وأن يكفل للإنسان مستوى معيشي، وكلها من واجبات الدولة تجاه الأفراد، والتي مع وجودها تضمن أن يشعر جميع الأفراد بالانتماء إلى هذا المجتمع الذي يوفر لهم كل ما يحتاجونه، وبالتالي فإن من واجبهم حمايته والدفاع عنه والمساهمة في تطويره ونموه. ومما سبق يمكن تلخيص أبرز السياسات الحكومية التي تعمل من خلالها على تفعيل روح المواطنة بالآتي: أولاً العمل على توضيح الحقوق والواجبات الأساسية للأفراد بشكل ترسم فيه حدود العلاقة الهامة بين الفرد والدولة. ثانياً اتباع سياسات التثقيف والتوعية بالمواطنة الصالحة من خلال التشجيع على القيام بالنشاطات الاجتماعية والاقتصادية التي تقوي أواصر الترابط والتلاحم بين أبناء الشعب الواحد. ثالثاً التركيز على الجانب الإعلامي الذي يؤدي دوراً كبيراً في ترسيخ روح المواطنة والتلاحم بين أفراد المجتمع.